هنروح دلوقتي لمدينة الإسماعيلية مع حضراتكم ومراسلنا محمد توفيق، عشان هناك في تفاصيل عايزين نعرفها عن موضوع عبور سباح عالمي اسمه سيد الباروكي لقناة السويس، ده ضمن احتفالات طبعا السادس من أكتوبر. نعرف بالظبط إيه اللي بيحصل هناك، ودي أكيد احتفالية بتنظمها هيئة قناة السويس لتسجيل هذه المحاولة، ده طبعا ضمن موسوعة جانس للأرقام القياسية كأول بنتكلم سباح بيعبر القناة الجديدة بزعانف اسمها المونو، وأول سباح كمان بيعبر بين قارتين اسيا وافريقيا. يا توفيق صباح الخير عليك، وخلينا نعرف التفاصيل دلوقتي منك، وطلعنا كده عن القصه يعني من عندك زي ما بتقال لقطات حيه، اتفضل يا توفيق. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، تحياتي ليكم كمان الكابتن عبد الرحمن فوزي الوفد الجديد للنادي الاهلي، ان شاء الله يكتب تاريخ جديد زي كل الابطال اللي منضموا للنادي الاهلي. يعني خلينا اكلمكم في البدايه عن المكان اللي احنا واقفين فيه، احنا واقفين على المجرى الملاحي لقناه السويس، وبالتحديد في النقطه نمره 6. انا عايز اقول لك معلومه تاريخيه، ان هذه النقطه هي اول نقطه عبر منها الجنود المصريين خلال انتصار اكتوبر العظيم اللي بنحتفل ان شاء الله غدا بالذكرى 48 ليه، 6 اكتوبر 1973. النقطه تحديدا اللي احنا واقفين فيها دي كانت اول نقطه عبر منها الجيش المصري في بدايه الانتصار العظيم. يا رب دايما مصر تعيش في انتصارات، ونفضل نحتفل طول عمرنا بانتصار اكتوبر العظيم. تزامنا مع هذه الاحتفالات والانتصارات، يمكن هيئه قناه السويس بتنظم حدث لاول مره من نوعه، السباح سيد الباروكي، وهو بالفعل يعني مسجل في موسوعه جينيس قبل كده للقصف خارج الماء على ارتفاع سجل بيه داخل الموسوعه قبل كده برضه باستخدام الزعانف المونو. النهارده برعايه الهيئه يعني في محاوله ان شاء الله النهارده تكلل بالنجاح، ان سيد الباروكي هيعبر قناه السويس الجديده. يمكن بدايه المحاوله بدأ من النقطه او الكيلو 105 ترقيم قناه السويس الى الوصول للنقطه اللي احنا واقفين فيها هنا بالتحديد في معديه نمره 6 او في نادي الشاطئ التابع لهيئه قناه السويس. يمكن دوت في ضمن احتفالات زي ما قلنا مصر باحتفالات الذكرى 48 لانتصارات اكتوبر، يمكن خصيصا محافظه الاسماعيليه انها كانت شاهد جزء كبير من هذا الانتصار، وكمان هي اللي بتحتضن داخل جنباتها قناه السويس الجديده بكامل امتدادها، فكانت المحاوله هذه ان شاء الله تكلل بالنجاح. عايز اقول لك كمان وانت وكريم ان سيد بيحضر كمان لعبور بحر المانش، يمكن تم تاجيل المحاوله اكثر من مره بسبب يعني فيروس كورونا والجائحه وانتشارها في العالم، لكن مقرر ان شاء الله الصيف المقبل ان هو يعمل كده. عايز اقول لك ان نفس المحاوله تقريبا شبيهه، نفس الطول نفس المسافه، فده هينقل كمان قناه السويس نقله نوعيه على صعيد الرياضه، ان بعد كده هيبقى في محاولات زي ما في ناس بتعبر المانش ما بين دولتي انجلترا وفرنسا، هيبقى في كمان محاولات ان الناس تعبر قناه السويس الجديده بعد الرقم اللي حققه سيد ان شاء الله النهارده وانضمامه لموسوعه جينيس. عايز اقول لك كمان ان النهارده عبور ما بين قارتين، ما بين قاره افريقيا واسيا، طبعا الفاصل بين القارتين هو مجرى الملاحي لقناه السويس هنا داخل محافظه الاسماعيليه. ان شاء الله دايما نحتفل ومصر تحتفي دايما بانتصاراتها وبالذكرى العطره لاحتفال اكتوبر، ويبقى في مزيد من الانتصارات الرياضيه كمان تزامنا مع هذه الذكرى. رائع جدا جدا. كلمنا برضو عن يعني مدينة الإسماعيلية يا توفيق وجمالها يعني والتطور اللي بتشهده، لأن محتاجين إحنا نعرف منك يعني أنت عنينا هناك دلوقتي، فخليني برضو سادة المشاهدين يعرفوا بالظبط الوضع والصورة عندك إزاي. أنا خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، يمكن محافظة الإسماعيلية طول عمرها مشهورة بالهدوء والجمال والخضرة والساحرة والهدوء اللي فيها، لكن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الامور في مصر يمكن نقل الاسماعيليه نقله مختلفه جدا. يمكن الرئيس نفسه في اكثر من خطاب هنا داخل محافظه الاسماعيليه قال انه شايف ان محافظه الاسماعيليه قاطره التنميه خلال الفتره القادمه في مصر. يمكن اول المشروعات واعظمها كان قناه السويس الجديده اللي داخل محافظه الاسماعيليه بكاملها. يمكن الاسماعيليه بتشهد يعني حركه كبيره جدا من التنميه على صعيد الطرق، على صعيد البنيه التحتيه، على صعيد كمان يمكن اماكن الاقامه ما كانتش في اسماعيليه بالمستوى المطلوب. يمكن صحيح. بناء على توجيهات السيد الرئيس بنفسه لما جينا ايام افتتاح قناه السويس الجديده امر ان كل دوت يتم تعديله في اسماعيليه، خاصه ان اسماعيليه بتتوسط مدن القناه واقرب مدن القناه لمحافظه القاهره، فيمكن ضروره للتنميه الاقتصاديه والسياحيه كانت ضروره ملحه جدا لمحافظه اسماعيليه. فعايز اقول لك ان بصمات السيد الرئيس واضحه جدا على اسماعيليه سواء في النهضه الصناعيه او التكنولوجيه او كمان التنميه. يعني عايز اقول لك اي حد ما زارش اسماعيليه من زمان، خاصه اسماعيليه كانت مشهوره بسياحه اليوم الواحد لمواطني القاهره الكبرى، لا تعالى وشوف اسماعيليه. اسماعيليه فعلا اتنقلت نقله نوعيه تاني جدا، بقت حاجه فعلا مشرفه، وبقت عاصمه التنميه الاقتصاديه والتجاريه هنا في قناه السويس وشرق الدلتا.
رائع جدا جدا، شكرا ليك جدا يا توفيق، وباذن الله يعني فعلا نقدر ان احنا نزور محافظات مصر كمان المختلفه، لان كل محافظه زي ما احنا بنتكلم فعلا شهدت تطور كبير جدا. انا من الناس اللي رحت اسماعيليه بس زمان قوي، فاتمنى ان انا اروح برده قريب، اكيد هنشهد تطور ملحوظ. على كل حال بنشكرك جدا يا توفيق، وبننوه برده لحضراتكم ان زميلنا هيكون موجود على مدار اليوم عشان يكون في طبعا تغطيه مستمره لهذا الحدث الكبير.